السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيراكم دايرين خوتي؟ لاباس بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين. كما تعودنا دائما وابدا كنديروا الفيديو تاع الخرو. هذا النهار غادي نديروا واحد الفيديو على البيستاش. يعني كنقول للناس دائما وابدا، الناس اللي كيتابعونا ولا جداد، الى ما داروش الابوني يعني يشتركوا في القناه ويدقوا الجرس باش دائما وابدا الى كاين شي فيديو جديد كيوصلكم. الى كاين شي فيسبوك حطوا لنا الفيديو تما عندكم، الى كاين شي جروب بارطاجيوه. نتمنى لكم الخير يا خوتي. كما قلنا الاصدقاء كيسولونا على البيستاش، اول حاجه كنقول لهم اودي البيستاش يقدر الانسان يغرس البيستاش، ولكن غير خصني الانسان يعرف اشنو هي شجره البيستاش. على حسب المعلومات اللي كنعرفها انا، الانسان يقدر يدير الكوموند الدوماند يعني عند الدوله الباكستانيه. الدوله اللي كنعرفها هي اللي كتصدر الشتائل ديال البيستاش، والشتائل ديال البيستاش منين كنزرعوها؟ هنا كنهضروا السؤال هو من بعد الزراعه شحال كتاخذ ديال الوقت، شحال من عام باش تعطينا الثمار. اللي كنعرف انا المعلومات اللي عندي باش نديروا المشروع ديال البيستاش كنزرعوه كتستغرق 7 سنين، 7 سنوات، 7 سنين اللي كتستغرق الانتاج البيستاش. هذه اول حاجة، وضروري ولا بد تكونوا مأكدين بهاد الشتائل هذه واش مطعمة يعني ملقمة ولا خصها تتلقم من النوع الجيد. حتى هذه خصها تكون. ومنين كنوصلوا للإنتاج هنا خصنا كيفاش نتعاملوا مع البيستاج. الجني ديالو كاين دول اللي كتستخدم الآلات ديال الجني، من بعد الجني يخص ما تفوتش 24 ساعة، يخص تكون تمت المعالجة ديالو ديال البيستاس. يعني هنا كاين الآلات اللي كتخدم هذا الشيء هذا. يعني البيستاس الى جنيناه وخليناه بعد ايام المحصول غادي يمشي يضيع. كيفاش؟ هنا علاش قلت ما تفوتش 24 ساعة خص تكون المعالجة ديالو باش ما يغملش. هنا كاين الآلات اللي هي خاصة من هذا الشيء هذا، ولا شي طريقة يدوية مثلا يخص مباشرة باش ما يعني ما نلقاوش المشاكل في البيستاج. كي قلنا ضروري ما تفوتش 24 ساعة تكون المعالجة ديالو باش ما يغملش. هنا كاين الآلات وكاين بزاف ديال الحوايج اللي خصها دير. هذا هو اللي بغيت نعرف لكم، اللي بغى يدير البيستاش راه المشروع مزيان مربح، ولكن راه ماشي من السهل، راه كياخذ الوقت والمعالجة ديالو تكون متقونة. من بعد الجني مباشرة يخص يكون المعالجة ديالو او غادي المحصول يمشي للتلف. هذا هو اللي بغيت نقول لكم، هذا هو اللي كنعرفو على البيستاش. يخص الانسان قبل ما يبدي في هذا المشروع هذا يتعمق في المعلومات مزيان باش يعرف بالضبط اش من اتجاه اللي خصو يتجه. ونتمنى لكم الخير ومع السلامه.